الأستاذ عبد، خبير استشاري في مجال البيانات المفتوحة والابتكار الرقمي والإلكترونيات، وخبير استشاري تقني أقدم بناء القدرات في مجال صحافة البيانات وعلم البيانات ومحو الأمنية، من جامعة بير زيت مركز التعليم المستمر. أستاذ عبد تفضل. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم سواء للحضور أو لمنظمي الندوة مؤشر عمران، الأخت زينب والإخوة الذين قاموا ورتبوا لهذا اللقاء، وشكرا للأخ الأستاذ عمرو على تنظيم هذا الحدث في هذه الجلسة. أيضا أنا سأتكلم عن الابتكار الحكومي، والابتكار الحكومي كما يعلم البعض يشبه الزراعة في الصحراء، لكن سنكون متفائلين إن شاء الله. وإذا خانتني اللغة الفصحى ففي الشرائح التي سأعرضها عليكم قريبا على الأقل، يعني هناك إمكانية كما يقولون subtitles باللغة العربية الفصحى. ونتحدث أيضا هنا عن الابتكار الحكومي الإيجابي، لأن هناك يعني قد لا نسميها ابتكارات، ولكن هناك يعني محاولات قد تكون تخريبية في العمل الحكومي وفي العمل المؤسسي بشكل عام. فنتحدث كما قال الزملاء السابقون، وأنا تقريبا هنا ألخص ما قال الجميع سابقا، ومشكورين على تبيان المفاهيم والأسس والخطوات وكيفية القياس. نتحدث عن كما يقولون في دبي الابتكار أو الاندثار، أو كما يقول الأجانب innovate or stagnate، ابتكر أو يعني إما أن تبتكر أو أن تصاب بالجمود أو evaporate، حتى يعني موضوع التبخر، وهو يعني نظرة تشاؤمية جداً للثبات على الواقع والوضع الحالي وعدم الابتكار. فنتحدث في عجالة عن مفهوم الابتكار وقياسه، ولماذا نبتكر في العمل الحكومي وأهمية الابتكار الحكومي، ثم نتحدث عن ممكنات الابتكار وهي عكس المعيقات، وسيتحدث الزملاء لاحقا عن المعيقات في الابتكار الحكومي، ثم نقارن سريعا بين القديم والجديد، ونتحدث عن تطور الفكر الإداري الحديث ومقارنة مع العمل البيروقراطي القديم، ثم نعرض مراحل عملية الابتكار، وقد تكلم الزملاء عن هذا سابقا، ونعرض أمثلة سريعة جدا من الواقع على الابتكار الحكومي، ثم نتيح المجال إذا كانت هناك أي أسئلة. تكلمت الأخت لانا في البداية عن التعليم وعن الأمور الأخرى، وممكن أن نسأل أنفسنا هل نحن راضين عن مستوى التعليمي مثلا، أو المستوى الصحي، عن وضع البطالة، الثقافة، الترفيه، الخدمات البلدية، المواصلات، العدالة. كل هذه قضايا لها علاقة بالعمل الحكومي، وهي تمس المجتمع بشكل عام. وكلنا طبعا يعلم ماذا حدث في بداية جائحة كورونا، وهي كانت نموذجا دفع التحول الرقمي للأمام بقوة وبسرعة، وإن كنا غير في معظم الدول الإسلامية والعربية لم نكن مستعدين لهذا العمل، لكن لهذا الحدث، لكن كانت جائحة كورونا نموذج ومحرك لبعض العمل الابتكاري. لا أريد أن أستعرض ما هو مكتوب على هذه الشريحة، لكن يعني تصوروا بعض هذه السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، يعني إن حدثت إحداها في دولة معينة مثلا، وقد لا تحدث في دولة أخرى، لكن قد يكون إحدانا أو معرضون لأن يعني تحصل معنا هذه الإشكالات المستقبلية، وبعضها يعني يحصل تقريبا بشكل يومي أو أسبوعي، لكن يعني في استشراف المستقبل أيضا يمكن أن نفكر ماذا يمكن أن يحصل، وهل نحن مستعدين وكيف نستعد.
من ضمن المشاكل التي تحدثنا عنها في الشريحة السابقة، وهي طبعا من مجمل أهداف التنمية المستدامة أو يعني الوضع التنمية في 2030، هذه مجموعة من الأهداف، سواء القضاء على الفقر أو رفع مستوى التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية. وفي الهدف التاسع حقيقة يتكلم، وإن كان بصورة خجولة إلى حد ما، عن الابتكار، لأنه Industry, Innovation and Infrastructure، الصناعة والابتكار والبنية التحتية. وفي الهدف التاسع يعني هناك حديث في التفصيل الهدف التاسع، وأنا وضعت الرابط هنا، حول تعزيز الابتكار بشكل عام كجزء من أهداف التنمية المستدامة. تكلم الإخوة عن مفهوم الابتكار. الابتكار خاصة في العمل الحكومي هو قد يكون له علاقة بمنتج أو بخدمة أو بعملية أو تنظيم إداري، وقد يكون كمان له علاقة بالإعلام والاتصال والتواصل بين الدولة والمجتمع. فالابتكار هو إعمال الفكر بطريقة خلاقة، وهذا تعريف، خلينا ممكن أن نطلق عليه تعريف بلدي، هو إعمال الفكر بطريقة خلاقة واستحداث منتج أو خدمة أو عملية أفضل لتوفير لتطوير وتحسين العمل، أو للاستجابة لمتغيرات أو فرص أو تحديات قد تكون حالية وقد تكون مستقبلية. طبعا تكلم الأخ سابقا عن الاختراع. الاختراع هو إيجاد أو تصميم شيء جديد كليا، بينما الابتكار هو تحسين على شيء حاصل إلى حد ما. وطبعا هذا لا يعني ليس تعريفا حصريا، لأن الابتكار قد يرقى إلى مستوى الاختراع إذا تم تطويره ولم يكن موجودا. فالإنترنت مثلا اختراع، لكن مواقع التواصل هي ابتكارات، وكذلك الاقتصاد التشاركي ومواقع البحث وتقديم المحتوى على الإنترنت، كل هذه ابتكارات. ومن باب التفاؤل نقول الابتكار ليس حكرا على أحد، وهو قد يكون في عمل الحكومة على المستوى المحلي، ممكن يكون على مستوى المكتب أو الدائرة أو المؤسسة، وقد يتم تعميمه لاحقا، وقد يأتي أيضا من خارج الحكومة. يعني ليس الابتكار الحكومي كمان أيضا ليس حكرا على الحكومة، حيث عادة الابتكار الحكومي يعني هناك معيقات كثيرة، وفي الحكومة تركيز على الاستدامة وعلى الأمن الوظيفي. والحكومة بشكل عام يعني العمل في القطاع العام يعني محبذ أن يكون في نطاق الراحة ومقاومة التغيير. فمن يتحدث عن أو من يحاول الابتكار ضروري أن يكون متفائلا وصبورا ومصرا ومتقبلا للخطأ. في مواضيع الابتكار التي تحدثنا عنها سابقا، هذه الصورة من الوضع في الدنمارك، ويلاحظ هنا أن الابتكار في المنتجات والخدمات أقل، ولكن الابتكار في يعني اللي هو مقياس الابتكار لنقل في العمليات والتنظيم الإداري مرتفع إلى حد ما، وهذه أيضا في أسفل الشريحة الرابط لهذا الشكل. من مقياس الابتكار العالمي، وأتوقع أن مؤشر عمران يستخدم جزء من هذه البيانات، هو المؤشر الابتكار العالمي الذي تنتجه مؤسسة الملكية الفكرية الدولية. وتلاحظون على اليسار في موضوع الترتيب رانك للدول في البداية، وهي سويسرا ثم السويد ثم الولايات المتحدة. في الدول الإسلامية والعربية تأتي ماليزيا رقم 33، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، وليس هناك دول عربية في هذه الصفحة ما عدا الدولة كدولة إسلامية تركيا رقم 51، وتأتي بعدها دول كالسعودية وقطر في الستينات.
مقياس الابتكار العالمي ينظر إلى عدة مؤشرات، وهذه المؤشرات لها علاقة بالمؤسسات ولها علاقة بالقوى البشرية، لها علاقة بالبنية التحتية، لها علاقة بالسوق ونظم الأعمال، ولها علاقة بالمعرفة والتقنيات، ولها علاقة أيضا بالعمل الإبداعي. لماذا نبتكر؟ لأن كل شيء تغير. المجتمع الرقمي اليوم، متطلبات المجتمع بشكل عام في هذا العصر، انتشار المعرفة والآليات القديمة لا تصلح، فمن الضروري أن يكون هناك تغيير في العمل الحكومي. الفرص المتاحة باستخدام التكنولوجيا، يعني أصبح لدينا فرص المعلوماتية والاتصال، فرص النفاذ عبر الهواتف الذكية ومنتج ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي. نحن الآن في عصر السرعة والدقة في الإنجاز، وأيضا وسائل التواصل، بحيث يمكن انتقاد العمل غير الجاد، أو هناك إمكانية للتذمر مثلا إذا لم تكن الخدمة الحكومية بشكل عام في مستوى التطلعات وتوقعات المستخدمين. وهناك إمكانية للمقارنة أيضا بين الدول المختلفة، حيث تقلصت المسافات ولدينا العولمة، فجودة الخدمة الآن هي يعني هي جزء من التوقعات البسيطة للمواطن، ومن الضروري على الحكومة والقطاع العام أن يستجيب لذلك. من طبعا يعني مبررات الابتكار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن هناك نمو في السكان، وهناك فرص ينبغي استغلالها، وهناك تحديات ينبغي الاستجابة لها، وهناك التنافسية العالمية أيضا، سواء على المال أو على العقول أو على الأسواق أو على الموارد الطبيعية. فالابتكار قد يكون حتمي، لأن هناك تنافس وهناك حاجة وهناك ضرورة للاستجابة للتحديات، وهناك ابتكار قد يكون اختياري أو استشرافي، ومنه تحسين الأوضاع، ومنه أيضا توقعات ما سيكون عليه المستقبل والتكيف مع هذا المستقبل، والتكيف أيضا مع المتغيرات الديموغرافية، مثل مثلا نمو نسبة الشباب وارتفاع نسبة البطالة مثلا، أو قد تكون تحديات سياسية أو مناخية. فالاستجابة للابتكار دائما مستمر، وإلا الاندثار كما يقال. فهناك أيضا الاستجابة للتحديات والطوارئ. أهمية الابتكار الحكومي تأتي من أن الحكومة بشكل عام هي مسؤولة عن تنمية وازدهار المجتمع، وهي يعني لديها دور القيادة والتوجيه والإدارة. والحكومة أيضا من أكبر مقدمي الخدمات، ولديها مجال واسع، سواء في التعليم والصحة، في الأمن، في الإدارة، في مثلا الحوكمة والقوانين والأمن والقضاء. الحكومة مسؤولة أيضا عن تنظيم وترخيص وحوكمة النشاطات الأخرى، مثل نشاط القطاع الخاص ومثل نشاط القطاع الأهلي، وهي مسؤولة عن التنسيق ومنع تضارب المصالح. وأيضا الابتكار في القطاعات الأخرى مرتبط بالعمل الحكومي، سواء من خلال إدارة التغيير أو التغيير السلوكي في العمل الحكومي أو في مثلا التعليم. الحكومة مسؤولة عن بيئة الابتكار بشكل عام، لأن الحكومة إلى حد ما هي المسؤولة في معظم الدول عن الجزء الأكبر من قطاع التعليم، وممكن تدعم البحث والريادة والتطوير. وأيضا الحكومة كما قال الأخ في موضوع براءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية، الحكومة أيضا مسؤولة عن حماية مكتسبات الابتكار في القطاع الخاص. والحكومة يمكنها تبني وتعميم النجاحات والابتكارات إعلاميا من خلال تعميمها، ومن خلال الحديث عنها وتشجيعها، وأيضا من خلال متابعة المؤشرات في العمل الابتكاري.
أستاذ عبد، فقط لو توجز تختصر يعني آخر دقيقة أو كذا الوقت يعني. ممكنات الابتكار في العمل الحكومي: الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حماية الملكية الفكرية، تعزيز ثقافة وبيئة العمل الحكومي وطبيعته الإجرائية، فضروري جزء من التحفيز والتفويض والتمكين، توجيه الصلاحيات. في العمل الحكومي عادة التركيز على الإجراءات والأصول الإجرائية وليس على النتائج مع بعض الاستثناءات. هناك سمات شخصية في الابتكار وقد تحدث عنها الزملاء سابقا، ومن ضمن البيئات الممكنة للابتكار توفير الأدوات والمعلومات وخاصة البيانات، كون البيانات والبيانات الضخمة هي من ممكنات سواء التعلم الآلي أو الذكاء الصناعي أو البيانات التي تكون جزء في اتخاذ القرارات، وأيضا الحرية الفكرية والحكم الرشيد والشمول والتمكين الأقليات. هذه شريحة، أنا سأشارك الملاحظات هذه مع الزملاء في المؤشر عمران، لكن هذه موضوع عن البيانات، وقد تكون أيضا الابتكار في البيانات نفسها سواء جمعها أو التحقق منها أو تأمينها. بين القديم والجديد كما قلنا أنه الحكومة كانت تلبي كافة الاحتياجات، لكن بعد الثورة التكنولوجية وتطور القطاع الخاص صار الفكر الجديد اللي هو الريادة الحكومية، حيث الحكومة توجه وتنظم العمل وليس لديها الكفاءة في التنفيذ كما في القطاع الخاص وهو مشارك وأيضا المجتمع مشارك. حكومة توفر السلطة والتفويض للعمل كغطاء قانوني، ثم هي عليها الرقابة والتنظيم، وآليات السوق هي التي تحكم العمل، فالتحفيز الآن بدل العقوبة والتعلم من القطاع الخاص، والمواطن هو مركز الخدمة وهو أساس العمل الحكومي وهو ليس عبئا، وهناك أيضا وفرة وانسيابية البيانات وتلاشي الهياكل التنظيمية. هذه مراحل الابتكار وهي كما تحدث الإخوة سابقا، ولا أريد أن أعيد ما قيل سابقا. وهناك أيضا أوجه التفكير أو أوجه التفكير من أجل الابتكار، اللي هي الأوجه التفكير الستة: إبداعي وعاطفي، حيادي، متشائم، متفاهل، متفائل، شامل. من أمثلة الابتكار الحكومي استخدام المجسات في تتبع الفيضانات في أمريكا. سنغافورة كان لديهم بعد الكورونا مجسات في المطار لتحسس ومعرفة درجات الحرارة وإمكانية أن يكون هناك أحد الأشخاص يحملون فيروس الكورونا. الإمارات العربية المتحدة لديهم مركز الابتكار ولديهم وزارة الممكن أو اللامستحيل. في جورجيا هناك ابتكار أو مبادرة كانت للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فاللي هم لديهم مشكلة في السمع، فهناك يعني محادثة عن طريق الفيديو باستخدام لغة الإشارة. في فنلندا هناك مبادرة لتعليم الموظفين خاصة الحكومة والمهمشين الذكاء الصناعي. ولدى الولايات المتحدة موقع اسمه challenge.gov، يعني يشركون المجتمع في حل المشاكل. وأخيرا يعني الابتكار لابد من رعايته، ولابد أيضا من أخذ مجموعة من المعطيات في هذا المجال، وهذان يعني ابتكاران لم يكتب لهم النجاح. الأولى في أستراليا، حيث أحضروا نوعا من الضفادع ليأكل الآفات التي تصيب قصب السكر، ثم أصبحت الضفادع هذه آفة لأنها سامة ولا يوجد في البيئة من يتغذى عليها. وهذا أيضا ابتكار لأحد الطلاب في مدرسة ثانوية، اقترح أن يتم تبديل نوع الخط الذي تكتب فيه الوثائق الحكومية الأمريكية، وكان يتوقع أن يوفر ما يزيد عن 400 مليون دولار سنويا.
وكانت طبعا المشكلة أن الحكومة لا تطبع بالطريقة نفسها التي نطبع بها نحن في البيوت، لأن الحكومة لديها مطابع ولديها تعاقدات مع شركات تصوير وطباعة، وهي لا تتعامل بموضوع كمية الحبر المستنفذ في عملية الطباعة. هذا ما لدي، وهذه مجموعة من المراجع ومعلومات تواصل، وشكرا لكم مرة ثانية وآسف على الإطالة. شكرا، شكرا لك أستاذ عبد، حقيقة نشكرك على العرض الذي قدمته. سنأخذ مداخلة من الأستاذ أحمد البرياف، حقيقة يده مرفوعة من بداية الجلسة يعني تقريبا. الأستاذ أحمد، هل أنت موجود؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للدكتور على هذه على العرض. الحقيقة أنا لدي فكرة عامة، هي تتعلق بأن الابتكار طبعا الواقع الجديد، الحديث عن الابتكار بشكل عام يدخلنا إلى أفكار جد متطورة، لأن فكرة الابتكار أساسا تعتمد على إيجاد فكرة كبيرة، وهي تستخدم عادة في الأبحاث وفي الأمور المتعلقة بتطوير المنتجات. هذا الشيء يقودنا إلى سؤال جوهري ومهم. هناك من يعرف الابتكار بأنه عملية جلب أفكار جديدة أو منتجات جديدة، ولكن طبعا هذا يعتمد على معيار التنافس بشكل عام للمؤسسات في عالمنا العربي وفي العالم العربي بشكل عام. لا يوجد هناك تنافسية حقيقية بين المؤسسات، بل هي مرتبطة بمعيار معايير سياسية ومعايير احتكار اقتصادي بحتة. الشيء الذي لم أراه واضح خلال العرض حتى السابق بخصوص الابتكار هو تحديد وتدقيق ما الفرق بين الابتكار والاختراع، لأن هناك من يخلط بين الشيئين، هناك من يعني لا يوضح معنى الابتكار ومعنى الاختراع، لأن هناك تداخل بين الكلمتين، وحتى في الجامعات والأكاديميات العلمية التي تدرس مفاهيم الابتكار والاختراع يكون هناك خلط. فأنا أتمنى من الدكتور أن يعطينا أكثر تعريف دقيق للابتكار وما الفرق بينه وبين الاختراع. أنا الابتكار عرفت يعني من خلال العرض، لكن ما الفرق بينه وبين الاختراع؟ شكرا أخ أحمد. يعني كما قلنا الاختراع، يعني حتى نعلم ما هو ليس ابتكارا أو ما هو ليس اختراعا، الاختراع هو أن تأتي أو أن يأتي أحد بشيء جديد لم يكن موجودا في السابق. والاختراع عادة ما يكون في المنتج وليس في العملية أو في الإدارة أو في التواصل. أما الابتكار فهو عادة ما يبني على شيء موجود، قد يكون مخترع أو قد يكون غير مخترع، قد يكون شيء متواجد في الطبيعة مثلا، لكن هو أغلب يبني على الاختراعات وعلى الخبرات المجتمعية والعالمية السابقة. لكن يعني أحيانا قد يرقى الابتكار إلى مستوى الاختراع، إنه إذا بدأ مثلا شخص بفكرة وقد يكون طبقها في مثلا مستوى معين، ثم زاد عليها مثلا وقرر أن ينشئ على سبيل المثال مثلا منتج يجسد الفكرة هذه، فعندها تصبح يعني يرتقي الابتكار إلى الاختراع. فهو يعني لا يوجد حد فاصل يعني أبيض وأسود بينهما، لكن يعني هو كما يقال سبيكترم في النهاية، واحد على يعني على مستوى اليسار، على مثلا منتهى اليسار كما ممكن أن تتخيله، والآخر على مستوى اليمين، وقد يصلان إلى بعضهما. هذا ما يعني ما هو حاضر لدي، لكن يعني الدراسات تخوض كثيرا في هذا الموضوع، ويمكن الاستزادة عن طريق الرابط
الروابط التي سأشاركها مع ال شكرا شكرا لك أستاذ عبد. نأخذ مداخلة واحدة أخرى، ولكن ننوه على المشاركين وعلى يعني أصحاب المداخلات، يعني رجاء تختصروا في المداخلة أو في السؤال لكي يعني تتاح الفرصة للآخرين للمشاركة. السلام عليكم ورحمة الله محمد. تعالى وبركاته. وعليكم السلام السلام. ورحمة الله. حيا الله الأخ عمرو والدكتور عابد. أنا سأضيف مصطلح آخر جديد لعله وهو المعمول عندنا، تجويد الأداء الحكومي أو تجويد الخدمات الحكومية، أنها من الجودة la qualité en français، لأن لا يمكن الأداء الحكومي في الوقت الراهن، اللهم باستثناء دولة الإمارات، الأداء الحكومي يبقى أداء محتشما إلى حد ما، بحكم أنه لم يعني يستجيب لبعض المعايير الدولية المتعارف عليها، وبالتالي لم يتطور، اللهم إلا بعد كورونا الآن أفرضت على يعني الحكومات عموما أخاك مكره لا بطل. فبالتالي التجويد من الجودة، تجويد خدمات الأداء الحكومي، هذه أراه مناسب أكثر من الابتكار أو الاختراع، لأن الابتكار والاختراع والإبداع له محددات ومفاهيم معينة تخص بعض شكرا المجالات المعينة. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا لك أستاذ محمد، واضحة فكرتك حقيقة. يعني أشكر الجميع وأعتذر لمن يرغب بالمداخلة، نضطر أن ننتقل للمشارك الآخر. شكرا لك الأستاذ عبد على عرضك.